rend les choses faciles. Et sèche-moi ces larmes de crocodile. مفيش 30 ثانية تكونوا قدام جلة الزهور على طول. الهوست الظريف وللناس اللي بتحب المزيكا والجو ده والجو الشعبي رهيب صراحة. بس انا عايز اكلمكم في كذا موضوع. عايز اكلمكم في مميزات وعيوب الهوستل وازاي الهوستل زي ما له مميزاته وله عيوبه برضو. يعني في ناس بتتكلم بس عن العيوب عن المميزات بتاع الهوستل وبتتكلمش ايه عيوبه. الكون الاول على المميزات. المميزات ان انت اول حاجة بوفر لك فلوس كتير جدا لان الهوستل سعره رخيص ومعظم الهوستل فيها فطار. ثاني حاجة الهوستل مكان تقدر تتعرف فيه على ثقافات كتير جدا وبتقدر ان انت يعني تشوف كل اطياف المجتمع في مكان واحد وكل الجنسيات. انت ممكن حتى تلاقي مصري معك في نفس الدورم بتاعك. بس هنتكلم في العيوب. العيب الاكبر واللي هو مشكلة لأي حد وممكن اللي يأثر على قرارك ان انت لو بتحب الخصوصية شوية انت لازم تفكر مليون مرة قبل ما تسكن في هوستل. عشان انت لو بتحب الخصوصية وبتحب ان انت لما تنام محدش يزعجك ما تفكرش تقعد في هوستل. عشان اكيد في واحد بيصحى قبلك, اكيد في واحد بيصحى بعدك, اكيد في واحد بيقلب في حاجته وهو نايم, اكيد واحد بيصحى متأخر. يعني دربكة. فانت لو مش متعود او انت مش هتقبل بحاجة زي ديت انصحك ما تقعدش في هوستل وما تقرفناش يعني. عشان الهوستل ده له جو. بس عشان هاخدكم معايا بقى في الجولة بتاعت السلطان احمد. يلا بينا. دلوقتي مسجد السليمانية وخدتها ماشي من جلطة لهنا. في ناس كتير بتفوت جلطة بريدج اللي هو جسر جلطة ده. يعني انا بعتبره من اهم معالم اسطنبول اصلا اللي ما ينفعش انت تيجي اسطنبول وما تشوفهاش. وصلنا دلوقتي مسجد السليمانية. ومسجد السليمانية تاني اكبر مسجد في اسطنبول وكان مسجد الامبراطورية العثمانية. هناخد فيه وقفة ووريكم شفتوا ايه جوه. تعالوا معايا. زيارة السليمانية خدت مني وقت كبير وانا دلوقتي جعان جدا مش عارف هروح فين. اتلخبط شوية. عندي كذا مشوار, عندي كذا مكان عايز ازوره. عندنا السلطان احمد ما زرناهوش, وعندنا توب كابي بالاس ما زرناهوش برضو, وعندنا ايه تاني, وعندنا البازيليكا. التلات اماكن دول مفروض نزورهم النهاردة وانا جعان جدا وعندي وعايز اجرب اكل تركي جديد. فشكله كده يوم هيبقى طويل. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. هو في ناس قالت لي امبارح ان
الشوربه من الحنفيات دي غلط، وفي ناس قالت لي صح. كان في خناقه في الهوستل على الموضوع ده طول الليل، مش عارفين نادينا شربنا. انا بحب الرمرم صراحه. لقيت واحد يوديني توكابي ميوزيوم جورجين عربي. ها عربي عربي عربي. تفضل تفضل. خشتابوري 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 شنو كاتب لك؟ قالوا خشتابوري. فات سيني علي. ها لوبيا عربي لوبيا لوبيا فلافل فلفل فلافل. لما تلاقي واحد جورجي عايز يساعدك وانت تايه في تركيا، تعرف ان الشعب الجورجي يستحق ان انت تروح تزوره. نادى عليا في الشارع كده من غير ما اعرفه، قال لي تعالى تعالى اوصلك. طب شو بصنع بك؟ يعني ده جوري مطمئن. هنتكلم من المعمار الداخلي، هيبقى ايا صوفيا. لو هنتكلم من ناحية المعمار الخارجي، لازم نتكلم على السلطان احمد موسك او البلو موسك، من احسن الاركتكشر الخارجي. الأوباب فيه روعة، والمآذن وكل تفصيلة فيه خارجية تحفة، وكل تفصيلة خارجية فيه تحفة. هندخل نشوفه دلوقتي من جوه. كل الناس اللي اتكلمت قالت جوه هيا صوفيا احسن بكتير جدا من السلطان احمد. يلا بينا. سلطان احمد الفناء بتاعه اللي هو الحوش اللي موجود اللي احنا صورناه واللي هنشوفه دلوقتي ده، مساحته بتاعه نفس مساحه المسجد من جوه، يعني نفس حجم المسجد هو نفس حجم الفناء. تلاقوا في ورق قبب محوطه عليه من بره، وفي نافوره في النص. المسجد ده اتبنى سنه 1609. سلطان احمد لما حب يبني مسجد يعني اسوه باجداده وكده، امر المستشارين ان هم يشوفوا له احسن مكان ان هو يبني المسجد بتاعه ده، فما لقوش احسن من ان هو يبقى مقابل للآيا صوفيا. كانت تحفة معمارية صراحة من بره ومن جوه. يعني انا اتكلمت وقلت ان هو من جوه ممكن يكون اقل من آيا صوفيا، بس من جوه صراحة رهيب. اللون الازرق من جوه، عشان كده اسمه بلو موسك. من جوه كل تفاصيله معظمها لونها ازرق. طبعا انا بالنسبة لي اللون الازرق عشق. فدلوقتي هنروح نشوف هنروح فين تاني. مكلتش حاجة من الصبح، هو بس حتة سميت انت مشفتهاش عشان مصارين عدل شوية عالفحر استحى مني. لو ما كنتش اكل البلد بتاع الشارع بالذات ما نسافرش. صباح الخير في اليوم الثالث في اسطنبول. النهاردة هيبقى اليوم الثالث واخر يوم ليا في اسطنبول في الزيارة الاولى ليها. يعني باذن الله هكون في زيارة تانية هجبت هنا ليلة قبل الطيارة. راح دلوقتي احجز الباص عشان اتجه الى المدينة اللي اسمها سيلجوك عشان ازور كذا مكان هناك، فموكالي والافسس. هنقعد هناك ليلتين باذن الله. انا متحمس جدا للي جاي اكتر من اسطنبول، بس انا رغم انه ما كنتش مستنبول اتوقع ان اسطنبول تكون حلوه كده. ف يلا بقى هرجع لها تاني باذن الله. Thank you.
دلوقتي ليه لازم تسكن في استقلال او المنطقة المحيطة؟ ده احنا شفنا الشارع ومنطقة استقلال كلها فيها كل حاجة انت محتاجها، هي تعتبر قلب اسطنبول، قلب اسطنبول، كل المواصلات اللي انت محتاجها، تروح اي منطقة واي تريب انت عايز تعملها هتلاقيها في استقلال، اي اكل نفسك فيها هتلاقيه في استقلال، اي حتة اي حتة عايز اي حاجة عايز تعملها في اسطنبول هتلاقيها من هنا. واللي احنا شايفينه ورانا ده ميدان تقسيم، ميدان التقسيم ده يعتبر اخو ميدان التحرير عندنا في مصر، بس التركي ده يعتبر ميدان التحرير الحرية عندهم. نصيحتي ليكم النهارده بقى ان انت لما تيجي تعمل خطه لاي سفريه ما تخليهاش مظبوطه بالمليم وصل، يعني سيب ايام فري فيها بحيث ان انت بالذات لو هتسافر لوحدك وما عندكش بروجرام وما عندكش حد شركه تحت رجلك ورايح جاي، خلي ليك ايام فري بحيث ان انت حصل اي ظرف زي اللي حصل لي النهارده مثلا، انا رايح حاجه تذكره الباص لقيت مفيش باصات النهارده واخر والميعاد اللي موجود بكره الساعه 10 واخر كرسي في الباص، فغصب عنك لازم تغير. فلما تيجي اعمل بلان، انا عامل بلان نفسي 15 يوم ساب 5 ايام فري، يعني 5 ايام فري اروح اعمل فيهم اللي انا عايزه بحيث ان انا ما بقاش مضغوط في الاخر وما احقش اعمل كل اللي انا عايزه. دي نصيحتي لكم النهارده. شوف بقى دلوقتي هنروح فين، مفيش بلان محدده برضو زي كل يوم، هنتمشى، هروح بفكر اروح كام جامع كده هنا موجودين على الخليج بسفور، ما نشوف الدنيا عامله ازاي. يلا معايا. معظم المساجد مهما كان مكانها ومهما كان حجمها ومهما كان مين اللي أسسها كلها تحف فنية تختلف كل واحدة، كل جامع له روح مختلفة عن الجامع اللي قبله. زي اللي شفته في الجامع ده شيء مش معقول، رغم انه هو جامع صغير بس صراحة جدا خطير. هنروح دلوقتي هنخش القصر اللي قصاد الجامع، ظهر ان هو هنشوف الدنيا جوه. خلصنا قصر دوما باتشي، دوما باتشي رايت؟ دوما باتشي، دوما باتشي، وقابلت أنس جوه، والمشكلة إن كان جوه التصوير ممنوع، فقابلته جوه وعملنا أحلى شغل، وصورنا شوية صور في المكان الممنوع ده، وبإذن الله هنزلها لكم على الانستجرام، لو أنت مش متابعني على الانستجرام انزل دلوقتي تابعني، يلا سلام. روحت الهوستل بعد يوم طويل وقابلت أنس وانبسطت جدا إن أنا قابلته. عشان في دماغه زي دماغي، هو عنده ويب سايت وبيتكلم، عامل ويب سايت بيتكلم عن السياحه في تركيا وعن كل حته في العالم، هو شغلته ديت. فبسطت جدا ان انا قابلته،
لفينا شويه حلوين بالذات الجامعين اللي رحناهم النهارده والقصر كان تحفه. اللي ما شافش صور الانستغرام لازم يشوف. دلوقتي انا قررت ان انا ارتاح شويه عشان بكره عندي يوم برضو طويل وهيبقى عندي اوفر نايت باص وعايز الف شويه كمان في اسطنبول، فقررت ارتاح النهارده عشان اعرف بكره اعمل اكبر مجهود. فاشوفكم بكره على خير، واتمنى اللي ما عملش سبسكرايب يعمل Just say hi from my vlog.